مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة في برنامجنا موضوع مهم. فقرتنا الأولى بتتكلم عن ما بين الحقيقة والخزعبلات. دي حاجة بتهم كل تفكير كل إنسان. بس خلونا قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا أرحب بزميلتي نور. مساء الخير عليك يا نور. مساء الخير يا روح، ومساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيتابعونا في برنامج موضوع مهم. زي ما روح اتكلمت، احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع حصل وبيحصل في نفس الزمن اللي احنا عايشينه، خزعبلات عشناها وبنعيشها من أيام المصريين القدماء ولحد يومنا ده. خلينا نتفق ان سواء انت كنت تعليم عالي او متوسط او مفيش خالص، في النقطة دي بالذات معظمنا متساوي، كلنا بنتبع العادات دي وبنمشي وراها من غير ما نسأل نفسنا عن السبب اللي خلى أجدادنا يقولوا العادات دي أو يخترعوها، ماشيين بأسلوب العنعنة. هم قالوا كده، مين هم بقى؟ الله أعلم. خليني في البداية كده أسألك يا روح، إيه أكتر خرافة أنت مصدقاها أو كنت مصدقاها لحد فترة قريبة؟ هو أنا أكتر حاجة ممكن أكون مصدقاها لو ضحكنا كتير، بتفضلي طول اليوم خايفة وقلقانة وتقولي ربنا يستر إن شاء الله يكون خير، بتبقي قلقانة طول اليوم. كمان لما العين بترف بيقولك لو العين اليمين يبقى خير، لو العين الشمال يبقى شر، وناس كتيرة جدا معتقدة في الموضوع ده، مع إن رفة العين دي بتبقى يا تعب أعصاب، إرهاق، حاجات كتيرة علمية. يعني فعلا موضوع الفال الوحش ده الموضوع اللي بيهم الشعب المصري بشكل غير طبيعي. يمكن الناس ما بقاش عندها ثقة أكتر في بكرة، فبقوا بيعتبروا أن العادات أو الحاجات البسيطة اللي ممكن تحصل للإنسان دي ممكن تكون فالها وحش عليه، زي مثلا ما تعديش من فوق قشر التوم أو رقم 13 لأنه بيجيب النحس، القطط السوداء والغراب. الغراب بقى أنا عايزة أقولك أنا مش عارفة الناس بتخاف منه بطريقة غير عادية، مع أن الغراب حياته تشبه حياة الإنسان، يعني عندهم محكمة، عندهم إن هم بيدفنوا لو حد توفى عندهم، يعني حياتهم تشبه من الإنسان، مش عارفة الناس ليه بتتشائم منه. من ضمن غير بقى البومة، غير بقى الحاجات اللي هي روسي العروسة في ركبتها تحصليها في جمعتها. من ضمن الحاجات الغريبة برضو، ما ينفعش الراجل يدخل على مراته وهي والدة بكيس لحمة أو يكون حالق دقنه، دي حاجة بيسموها المشهرة، حاجات بصراحة أنا مش شايفة لها أي أساس علمي أو منطقي. يعني غير الشبشب المقلوب كمان، لو طفل صغير لبسيه اللبس بالمقلوب، أو لو ولد وحلو قوي ومش عارف إيه لبسيه لبس بيبي بنت كده. احنا دخلنا بقى في قصة الحسد، الحسد والسحر اللي شغلة بال ناس كتير جدا من المصريين. خلينا نكون بس متفقين من البداية، السحر والحسد هم حاجتين مذكورين في القرآن وفي كل الكتب السماوية، فهي حاجة احنا مش بنشوف هي صح ولا لا هي فعلا موجودة. وزي ما الكتب السماوية دي ذكرت الحاجات دي، ذكرت برضو طريقة الوقاية منها او ان احنا يعني نتجنبها. يعني كمان الحسد، الناس اللي بتلبس خرزة زرقاء أو عين، أنا مش عارفة يعني هو تفكيرهم بيخيل لهم إزاي إن الحاجة دي هي اللي هتمنع الحسد، وبيرموا كل حاجة حصلت في حياتهم على الحسد. لو العربية لا قدر الله اتخبطت، حسد. اي حاجه حصلت في حياتهم ده حسد. من ضمن الحاجات الغريبه جدا، لو جايبه عربيه جديده اكسري بيضه على العربيه علشان تمنعي برضو الحسد، والخمسه وخميسه والحاجات اللي انا مش شايفه لها بصراحه اي اساس علمي، يعني دي هتدفع الحسد ليه؟ كمان بقى سمعتي عن النداهة؟ سمعت طبعا، موجوده في اماكن كتير. النداهة دي عباره عن ست صوتها جميل بتنادي على اسم معين بيخص الرجاله اكتر، وبيقولوا بقى ان الصبح الراجل ده يا اما بيبقى مقتول يا اما بيبقى مجنون. بس دي في ناس كتير جدا استغلتها في القتل وفي جرائم، يعني في جرائم القتل فعلا وكده. في جرائم قتل كتير جدا بتقيد ضد مجهول لان مش معروف مين اللي عملها. بيصحوا الصبح يلاقوا جثه عند بحيره او عند ترعه، ويبقى ايه اللي حصل؟ اتنده فعشان كده مات. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا روح، رئيس قسم التاهيل النفسي المستشفى العباسيه بيقول ان النداهه دي اللي مخترعها او اللي ابتكرها هي واحده ست، علشان بقى يعني هي بتحمل مدلول مجازي بان الراجل لو سمع بقى واحده بتناديله وانجذب بقى ليها او مشي وراها او كده، فهو حاجه من الاثنين، يا هيتجنن يا هيتقتل. بصراحه انا شايفاها فكره في منتهى الذكاء. غير بقى الاثنين الاطفال اللي بيقولوا اللي هو التوأم
بيقولوا ان هو بيتحول. انت حكيتي لي قصه قبل ما ندخل. فعلا انا سمعت على موضوع التوأم اللي بيتحول لقطط، وسمعت قصص كتير جدا عنه. بيقولوا ان هو موجود في اماكن كتير، اي واحده مخلفه توأم هما بينزلوا بالليل ويبقوا قطط ويسرحوا في الشوارع. وبرده دي حاجه انا مش شايفه لها اي اساس يعني علمي او منطقي، يعني حتى مش بتخاطب المنطق ولا العقل. حتى في قصه لواحده قالت ان هي توأمها بيصحوا بالليل متخربشين وجسمهم كله فيه خرابيش، بسبب ان هم بقى نزلوا بالليل وتعاركوا مع بعض او اتخانقوا مع القطط التانيه اللي في الشارع. فدي اثار كده يعني. غير بقى ان في خرافات فعلا بيقولوا اثبتت علميا، زي رش الملح مثلا، المقص لو اتفتح واتقفل دي حاجه خاصه بالطاقه. مش عايزين ندخل برضو في علم الطاقه قوي، لان في ناس مش بتصدق فيه وفي ناس يعني بتكذبه، بس علم الطاقة ده علم موجود ومعترف بيه. خلينا نقول فعلا زي ما انت قلتي قصة الملح دي، في أماكن حاليا بتعالج علاج فيزيائي بالملح على أساس يعني بناء على علم الطاقات، إن هي بيطلع الطاقة السلبية من الجسم وبيستبدلها بطاقة إيجابية. حتى موضوع المقص المفتوح اللي انت قلتيه ده يروح، بيقولوا إن الإنسان حواليه مدار من الطاقة دائري، فلما بنفتح المقص ونقفله كتير فهو كده بيقطع المدار ده. بس احنا طبعا كشعب مصري بنقول هنتخانق وهيحصل خناق او هيبقى في مشكله هتحصل لان احنا فتحنا المقص وقفلناه. بصوا موضوع علم الطاقات ده شويه زي ما روح قالت، انا شايفاه حاجه غير ملموسه. بعض الخبراء بيقولوا ان هو علم وهمي، والبعض التاني شايفين ان هو ليه علاقه بالتنميه البشريه. الخرافات دي مش موجوده في مصر بس، الخرافات دي موجودة في العالم كله، يعني احنا مش عايزين نقول ان مصر مختصة بيها. غير ان في حاجات كتيرة جدا انا سمعت عنها، يعني انا اول مرة كنت اسمع عنها، زي مثلا لو واحدة مش بتخلف او كده فبيقولوا لها ان هي ممكن تروح المقابر بالليل، ده هيخليها ان هي بعد كده تبقى تقدر ان هي تخلف. فعلا، وبيستدلوا بده بان هي كده بتنشط اجهزتها فسيولوجيا، مع ان انا بالنسبه لي شايفه ان دي كذبه مضحكه. مش هقول عاده، لا انا هقول كذبه، لان هي ملهاش اي اساس طبي او علمي. غير بقى قشر التوم اللي بتعدي من عليه، مش يعني فال وحش. فال وحش. من ضمن برضو الحاجات المضحكة ان لو واحدة شربت من فنجان مكسور جوزها هيتجوز عليها، ربطوها ازاي انا مش عارفة. غير بقى الناس اللي بتلبس بقى أزرق في أزرق والعين، يعني ده أنا شفت بوست قبل كده على الفيس إن العين نفسها أو الخرزة اتكسرت من الحسن. يعني ده هي نفسها اتكسرت، أمال أنا هيحصل لي إيه؟ والله. غير انت كنت قايله لي على في اماكن بتعالج بالملح. ما انا فعلا في كهف ملح وحاجات زي كده بتبقى ملح جاي من سيوة. الملح ده زي ما قلت يا روح ان هو فعلا بيشد الطاقه السلبيه. فبصي يعني خلينا نقول موضوع الخرافات او العادات ده مش محكوم، لان يعني كل بلد وكل دوله ليها عاداتها اللي معتقده بيها، فاحنا سواء اتفقنا او اختلفنا معاها هي دي تعتبر جزء لا يتجزأ من عادة البلد دي أو الثقافة بتاعت الشعوب. فالموضوع الموضوع ملهوش كتالوج يعني. بس نشغل عقلنا شويه، يعني الحاجات اللي ملهاش، يعني كسر البيضه على العربيه هيحمي العربيه في ايه؟ او الخمسه وخميسه او الحاجات دي، او رش الميه بتشوفيها كتير في المسلسلات ان بعد ما العربيه بتمشي بيرشوا ميه. غالبا دي ثقافه غالبا موجوده في تركيا اكتر، كنت بشوفها بنشوفها دايما في المسلسلات. فده يأكد برضو ان الحاجات دي موجوده في اماكن كتير جدا، مش عندنا احنا بس. ملهاش علاقه بالتعليم، ملهاش علاقه بتفكير الانسان. ناس متعلمه وواخده شهادات عاليه، وتلاقيهم يعملوا الخمسه وخميسه، لو حد حسوا ان هو عينه وحشه بيبتدوا يخمسوا في وشه. والخرزه الزرقاء اللي مش بتفارق السلاسل، يعني عند معظم خلينا نقول الموضوع اكتر مع الستات اكتر من الرجاله. هو طبعا الحسد والسحر مذكورين في كل الاديان السماويه، مش هينفع ان احنا نقول مش موجودين، لا هم موجودين طبعا، بس ما ينفعش ان احنا نعالجها بحاجه زي كده، ان انت تلبسي خرزه زرقاء او عين او تحطي خمسه وخميسه. كل الحاجات دي عمرها ما هتشيل الحسد. فعلا، خلينا نقول ان العادات والخرافات دي في منها اللي ليه اساس علمي بناء على علم الطاقات زي ما انا ذكرت من شويه، وفي منها تاني اللي ملوش اي صحه. فخلينا نشغل العقل والمنطق شويه في الحاجات اللي احنا بنتبعها او الاساليب اللي احنا ماشيين بيها في حياتنا.
يعني يعني انت بالنسبه لك ايه الحاجات اللي حصل معاكي موقف غريب شويه خاص بموضوع الحسد؟ هو انا دايما بعتبرها صدفه، وخصوصا ان انت في ناس ممكن تقولي الشخص ده انا لما بشوفه لازم يحصل لي مصيبه. على فكره انت عشان حاطه في دماغك زي موضوع الفال الوحش، لما العين بترف فاحنا عارفين ان العين لما بترف في حاجه وحشه هتحصل، ممكن ساعتها تلاقي فعلا حاجه وحشه حصلت، ده مش عشان الموضوع نفسه بتاع رفه العين، لا ده علشان انا حاطه في دماغي وقاعده بتصيد الحاجات الوحشه اللي ممكن تحصل لي. بس انت يا نور اكيد حصل معاكي ان انت شخص معين ربطتيه ان هو يعني الشخص ده كل ما بتشوفيه لازم بيحصل لك حاجه، فاكيد كلنا حصل لنا الموضوع هي بتحصل ده. بس خلينا يعني في حاجه اسمها صدف برضو، يعني ده غير بقى يوم التلات، يعني كل الناس بتصحى ربنا يستر النهارده التلات، اه بالنسبه يعني له لازم طب هيحصل طب حاجه خلينا وحشه. نقول يا روح ان موضوع يوم التلات ده شويه عشان هو يوم في نص الاسبوع مثلا يعني، فبيكون خلاص انت طاقتك ابتدت تخلص، فانت حاسه انك خايفه، يعني خايفه من اليوم ده. بصي تفائلوا بالخير تجدوا، صح فعلا. فالواحد لو صحي من النوم حاسس ان في حاجه وحشه هتحصل حاجه وحشه هتحصل له فعلا، فعلا هتحصل له حاجه وحشه لانه حاطط في دماغه ان في حاجه وحشه هتحصل. بس فعلا الناس دلوقتي كتير قوي منهم بقوا خايفين من بكره، فعلشان كده الحاجات البسيطه دي زي الحسد او الكلام بقوا بيعلقوا اي مشكله في حياتهم او خوفهم من بكره على الحاجات دي. مش هقدر اقول عليه جهل، لان كتير جدا مننا بيعمل ده ومقتنع بده تماما، وتيجي تسأليه الموضوع ده صح او العاده دي صح يقول لك لا انا مش مقتنع بيها، بس هو بيطبقها. طب منين انت بتطبقها وانت اصلا مش مقتنع بيها؟ يعني خلاصه الكلام ان في فعلا من الحاجات دي حاجات فعلا موجوده في الواقع، وفعلا في حاجات مش موجوده في الحقيقه، ومش مقتصره على ان احنا في مصر وبس، فعلا هي في كل دول العالم. موضوع النداهة اللي احنا كنا لسه متكلمين فيه موجود، بس باختلاف المسميات، في اسبانيا واليونان واماكن تانية كتير جدا يعني. فهي العادات والمعتقدات دي جزء زي ما انا ذكرت، جزء لا يتجزأ من ثقافة الشعوب. بس بالنسبة للناس اللي بتعلق كل حاجة بتحصل في حياتها على الفال الوحش، احب اقول لهم ان يعني من الاخر اي حاجه بتحصل هي باذن الله. بشكركم جدا على متابعتكم، واستنونا في الفقره اللي جايه مع زمايلنا رباب واسماء. شكرا جدا. بنفتح عينينا على الدنيا، بنتمنى نعيشها في كل ثانيه، بس الحقيقه المؤكده إننا لازم هيجي علينا وقت نسيبها ونمشي، ومش هيتبقى مننا إلا شوية ذكريات ووصية مكتوبة توصل لناس بنحبها. موقع الوصية، خلي كلامك عايش.